مرحبا حضراتكم معانا في قناة توقعات 2021 وحلقة جديدة من توقعات الدول. النهاردة هنتكلم عن توقعات ليبيا لعام 2021 وأيضا بدايات عام 2022 لكل الفلكيين العرب. تابع معانا الحلقة لحد الآخر عشان تعرف أهم وأخطر ما توقعه الفلكيين والمتوقعين بشأن ليبيا في المرحلة المقبلة. قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو بتشوفنا لأول مرة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. بيتوقع علماء الفلك لليبيا سياسيا أنها تشهد ليبيا تحسن ملحوظ خلال عام 2022 حيث ستنمو مواردها من جديد ويتم التوصل لحل عدد كبير من الأزمات والمشكلات السياسية والقائمة بين الحكومة والمعارضة. أيضا حيتجه الجميع إلى إعلاء المصلحة العامة من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا. بيشير علماء الفلك أيضا إلى أن ليبيا هتحظى خلال عام 2022 بدعم كبير من الدول العربية وخاصة مصر واللي هتتدخل لمساعدة السلطات الليبية من أجل دحر والقضاء على الجماعات الإرهابية والمستوطنة على الحدود في ليبيا. أيضا بيتوقعوا لليبيا نقلة اقتصادية خلال أواخر عام 2021 و2022 حيث سيتم تنفيذ عدد من المشروعات الإصلاحية واللي هتهدف إلى تحسين المنتج المحلي مما ينعكس على زيادة دخل المواطن الليبي. أيضا بيتوقعوا أن ليبيا هتعود لمكانتها السابقة اقتصاديا في عام 2022. أيضا بيشيروا إلى انعكاس الاستقرار السياسي على نهضة الاقتصاد حيث ستكثر حركة الاستثمار والتنمية في ليبيا وأيضا سيتم وضع عدد من الخطط والأهداف لبعض المشروعات طويلة الأمد. تعالوا نعرف تفصيليا توقعات الفلكيين. هنبدأ بتوقعات ماجي فرح لليبيا في عام 2022. بتتوقع خبيرة الفلك ماجي فرح أن تشهد دولة ليبيا تغيرات كبيرة خلال عام 2022 حيث سيرتفع دخل المواطن الليبي وهتتحسن ظروف المعيشة. أيضا هتلتفت الحكومة الليبية لتحسين صورة ليبيا في الخارج وهتتجه أيضا لإعادة العلاقات الدبلوماسية من جديد مع كافة الدول. بتشير ماجي فرح أيضا إلى أن عام 2022 هيشهد عودة المواطنين الليبيين إلى ليبيا بعد سنوات من الهجرة خاصة بعد سيادة الاستقرار والهدوء في كافة أرجاء دولة ليبيا. بعد كده هنروح لتوقعات ليلى عبد اللطيف لليبيا. بتتوقع ليلى عبد اللطيف أنها هتتغير بعض الأوضاع السياسية في ليبيا خلال عام 2022 حيث سيتم الإفراج عن بعض المساجين واللي تم اعتقالهم في السجون لأسباب سياسية. أيضا هتقوم الحكومة الليبية بمبادرات مع المعارضة بهدف الوصول لحلول مشتركة وأيضا هتحقق الاستقرار للمجتمع الليبي. بتشير ليلى عبد اللطيف أيضا لقيام بعض الدول العربية بتقديم المساعدات للجيش الليبي من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية اللي هتقوم بعمليات تخريبية في ليبيا. بعد كده هنروح لتوقعات ميشيل حايك عن ليبيا لعام 2021 و2022. بيتوقع ميشيل حايك ان اسم سيف الاسلام واسم شقيقته عائشة هيشغلوا من جديد مساحة ليبية واسعة. تبدل الصورة وهنشوف في بعض المواقع الليبية منقلبة رأسا على عقب. بيتلقى السلك الدبلوماسي اشارات خطرة واحدة منها بتتحول لكتلة نار. أزمة عنوانها السراج داخل الحكم وخارجه وحفتر هيكون في مهب القرارات الدولية. وبيجتمع عدد من علماء الفلك أن ليبيا هتشهد في مطلع العام القادم 2022 حلول كبيرة هتغير من الوضع السياسي والاقتصادي المتدني في الوقت الراهن وكشفوا على أن لن تشهد تحسن وأن ليبيا هتحتاج وقت أكتر للتعافي والنهوض بشكل كبير من الأوضاع الحالية واللي أدت إلى عدة أزمات على جميع الأصعدة. ومن أبرز التوقعات لليبيا أيضا الدعم الأمريكي للعمليات السياسية لإيجاد الحلول في ليبيا وزيارة تجمع وزير الدفاع الأمريكي ودول الشمال الأفريقي ومن ضمنهم ليبيا وأيضا ظهور الإخوان المسلمين في ليبيا والتعديلات بشأن الدستور الليبي. بكده متابعينا الأعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من توقعات الدول واللي اخترنا فيها النهاردة توقعات ليبيا وأبرز المتوقعين العرب والفلكيين واللي قالوا توقعاتهم لنهاية عام 2021 وبدايات عام 2022.
و2022. بشكركم على حسن متابعتكم، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وعايزين تعليقاتكم كمان، واستنونا بكرة ان شاء الله في فيديو جديد، ودمتم في حفظ الله.